أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. نطالع في موقع الهيئة نت: آلاف المتظاهرين بالمثنى يهددون بعصيان مدني بعد الحكم بسجن الناشط باسم خزع الخشاب. ونطالع في الزمان: انتشال 45 جثة من تحت الأنقاض في الموصل. ونقرأ في القدس العربي: بغداد تغرق، موجة أمطار غير مسبوقة تهاجم شوارع العاصمة العراقية بغداد. ونتصفح في الحياة: حملة انتخابات العراق تبدأ بخلافات تطاول مواقع المرشحين في اللوائح. وفي العربي الجديد نشر تحت عنوان: مجلس الأمن يبحث مسودة جديدة بشأن سوريا الأسبوع المقبل. أما في الخليج الإماراتي نقرأ تحت عنوان: الجيش اليمني يسحق هجوما لميليشيا الحوثي وغارات على مواقعها بتعز. وأخيرا وليس آخرا في الخليج أونلاين نقرأ: واشنطن تتهم 13 روسيا وثلاثة كيانات بالتدخل في الانتخابات الأمريكية. أهلا بكم. قالت صحيفة العرب اللندنية أن المشاركة الإيرانية الباهتة في مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي احتضنته الكويت الأسبوع الماضي لفتت أنظار المراقبين إلى عدم اكتراث طهران بمساعدة العراق على إعادة الأمن والاستقرار. وأضافت الصحيفة أن البرودة الإيرانية الشديدة تجاه المؤتمر متسق تماما مع سياسة طهران تجاه العراق، والتي لم تحد عن هدف تخريبه وإضعافه وإخراجه من المعادلة الإقليمية، حيث شاركت إيران في إحداث الدمار الذي نجم عنها، ولا تبدو راغبة في المشاركة بإعادة الإعمار. طهران التي لا تنقطع عن إبراز علاقاتها الواسعة مع بغداد لم تقدم أي إسهامات مالية خلال المؤتمر المذكور الذي قدمت الدول المشاركة فيه من داخل الإقليم وخارجه تعهدات بقيمة 30 مليار دولار للمشاركة في إعادة إعمار العراق. وفسر البعض ذلك بالأوضاع الاقتصادية السيئة التي تعيشها إيران، والتي تجلت مؤخرا في احتجاجات الشارع على غلاء المعيشة وتفشي البطالة. لكن البعض الآخر اعتبر ذلك موقفاً إيرانياً من المؤتمر ككل، والذي حمل في بعض أبعاده ومعانيه السياسية مساندة إقليمية ودولية لحكومة العبادي، وتشجيعاً له على سياسة الانفتاح والتوازن مع بلدان الجوار العربي. ويذهب منتقدو السياسات الإيرانية في العراق حد القول إن إيران التي استفادت كثيراً من إضعاف العراق وتراجع مكانته الإقليمية غير معنية بعودة الاستقرار إليه واستعادة قوته. وبحسب هؤلاء فإن انفتاح السياسة الخارجية لحكومة العبادي على قوى عالمية وأخرى إقليمية يشكل قلقا لإيران ودافعا للعمل مع حلفاء لها في الداخل العراقي من قادة الأحزاب والميليشيات الشيعية على منعه من الفوز بولاية ثانية خلال الانتخابات النيابية المقررة في أيار القادم. الصحيفة نقلت عن مراقبين سياسيين أنه ليس من المؤكد أن شيئا من الأموال التي تم الإعلان عنها في مؤتمر المانحين سيصل إلى الخزانة العراقية، وهو ما سيقوي من شوكة الأطراف المناوئة لفكرة بقاء العبادي لولاية ثانية. وكما هو متوقع فإن الكثير من الدول المانحة لن تقدم على تنفيذ مشاريعها إذا ما تمت إزاحة العبادي عن السلطة في ظل إمكانية صعود زعماء الميليشيات الذين لن يروق لهم إعمار المدن التي ساهم الحجر الشعبي في تدميرها.
لابد من الإدراك بأنه ليس ثمة شكل واحد يمكن اعتماده في حالات إعادة إعمار المدن المدمرة بالعراق، وأن لكل حالة خصوصيتها وسياقها الموضوعي الخاص، ولكن بالتأكيد ثمة مقاربة منهجية تتعلق بتحديد الأولويات ووضع الاستراتيجية الخاصة بإعادة الإعمار. يحيى الكبيسي يرى في موقع عربي 21 أن مؤتمر الكويت لم يكن مخصصا لإعادة الإعمار، كما أنه لم يكن مخصصا مطلقا لإعادة بناء المدن التي دمرتها الحرب في تنظيم مع تنظيم الدولة. فما حصلت عليه هذه المدن كان في إطار توزيع مناطقي ديموغرافي شامل العراق ككل. تكشف المراجعة السريعة لحجم الأموال التي صرفت على إعادة الإعمار في العراق بين عامي 2003 و2010 عن إهدار أكثر من 167 مليار دولار. كل هذه المبالغ الضخمة انتهت إلى ما أسماه المفتش الخاص بإعادة إعمار العراق إلى أكبر عملية فساد في التاريخ. إن دروسا رئيسية يمكن استخلاصها في هذا المجال، من بينها أنه يجب أولا قبل تقديم المساعدات الدولية أن يتوفر إطار سياسي لإعادة الإعمار يرتبط ارتباطا وثيقا بإيجاد حل مقبول وطنيا ودوليا لهذا الصراع الذي أوجب عملية إعادة الإعمار، وأن الحكومات في بلدان النزاع تحتاج ثانيا إلى الدعم في إطار توفير ميزانية شاملة علنية وشفافة، ذلك أن الشفافية والمساءلة هما جوهر هذه العملية. ثالثا، أن برامج إعادة الإعمار يجب أن يتم تطويرها مع الجهات المانحة، ويجب أن تتطابق هذه البرامج مع حاجات البلد الحقيقية. وبذلك فإن عملية إعادة الإعمار ليست عملية فنية معزولة، بل هي ترتبط تماما بطبيعة الصراع الذي يسبق إعادة الإعمار ومدياته من جهة، وطبيعة الوضع السياسي القائم في مرحلة ما بعد الصراع من جهة ثانية. الكاتب يرى أن مؤتمر الكويت كان مجرد إعادة لفكرة قانون إعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية التي طرحها رئيس الوزراء السابق نور المالكي في العام 2009 ورفضها البرلمان حينها، والخلاف الوحيد أن مبدأ الدفع الآجل تحول إلى الاستثمار، ولكن مخرجات المؤتمر خاصة تحوله إلى مؤتمر دائنين ويجعلنا عمليا ندور في فلك الدفع بالآجل مع تغيير المسميات. النظام السياسي في العراق يشبه الأمراض المزمنة، أو بالأحرى الأمراض التي لا علاج لها ولا تنفع معها مهدئات ومسكنات للألم. فحالة الفوضى وضياع البوصلة وخيبات الأمل في النظام أفقدت العراقيين جاذبية الوطن، حيث مكامن القدرة على صياغة ثبات عقدهم الاجتماعي الذي يمنع عنهم الانفراط أو الانفلات في تجمعات خاصة إن كانت صغيرة أو كبيرة، أو على اختلاف خصوصيتها القومية والدينية والمذهبية وحتى الإثنية. هذا ما أشار إليه حامد الجيلاني بمقالة في العرب اللندنية. احتاج الاحتلال إلى سنوات لتدريب العملاء المتمرسين في خيانة بلادهم ليصنع منهم حكاماً ببرامج افتراضية معلنة ومكشوفة، لاغياً ذلك الحاجز القديم بين سرية العمالة والتستر على فضيحة التعاون مع أجهزة مخابرات أجنبية. أي أن جريمة احتلال العراق تمت في وضح النهار وبسبق إصرار وتعمد من أحزاب وأفراد بعمائم أو بدونها وبلا وجل من أوصاف الخيانة. ما يجري في العراق هو أولا وأخيرا من صنع الاحتلال الأمريكي، والمحاصصة الطائفية كانت وبالا في الماضي والحاضر، وما مفردات بيئة ومكونات وحواضن وشراكة وتهميش وإقصاء وحتى إرهاب إلا برنامج لمتعهدي استغلال وتوريط نسبة كبيرة من شعب العراق في حفرة المحاصصة واحتكار السلطة بزراعة الخوف من أجل حصاد انتخابي جمعي. في المقابل يبدو أن ما مر من خطوب على العراق ليس كافياً، وهذا التحشيد في الأكاذيب والمشاريع والأسلحة وفرض الأمر الواقع وراءه أكثر من هدف، لكنها أهداف ستلتقي عند نقطة فوضى شاملة تصب في مصلحة الدفاع عن النظام الإيراني
وعقيدته في الهيمنة على العراق بالتفتيت وخلق فرص العنف المتبادل مجدداً. الكاتب يرى أنه لا ذنب للطوائف والمذاهب في ما وصل إليه الحال في العراق، إنما المعضلة في صدمة الاحتلال الأمريكي وتفاهماته من خلال وسيط ناقل لمزاجات الإدارات الأمريكية في جسد النظام الإيراني وبتمكينه من السلطة وإطلاق مشروعه الخرف كوباء بين أبناء العراق، لأن الولايات المتحدة حقيقة تعرف جيدا خبرة نظام الملالي في فك شفرة أسرار قوة العراق، تلك الخبرة التي مهدت أولاً للاحتلال الأمريكي ثم لتمدد الإرهابي في المنطقة. قال صحيفة العرب الجديد أن التحالفات السياسية التي شكلتها الأحزاب لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بدأت تتفكك قبل بدء الماراثون الانتخابي. وأشارت الصحيفة إلى أنه وبعد ساعات من إغلاق مفوضية الانتخابات باب تسجيل المرشحين الراغبين بخوض الانتخابات المقرر إجراؤها في 12 من أيار المقبلة، عصفت الخلافات والمشاكل بتلك التحالفات ما من شأنه إدخال البلاد في أزمة أخرى تتمثل بمطالبات المفوضية بإعادة فتح باب تسجيل التحالفات والكيانات الجديدة. مسؤول رفيع في مفوضية الانتخابات كشف للصحيفة عن مشاكل كبيرة تعصف بعدد من التحالفات شهدت بسببها انسحابات غير رسمية لعدد من الأحزاب والشخصيات البارزة ما زالت غير معلنة، وأخرى قد تخرج للعلن خلال الساعات المقبلة. وأضافت الصحيفة أن غالبية الخلافات تنحصر في قضايا تنظيمية مثل تسلسل الحزب داخل التحالف وعدد مقاعد كل حزب داخل التحالف والشخصيات الموجودة فيه وتوزيع مسؤوليات داخل التحالف، فضلاً عن ملف التمويل المالي، مشيرة إلى أن غالبية التحالفات مفككة من الداخل بسبب الخلافات بين مرشحيها. ولفت المسؤول في المفوضية إلى أن الخلافات الجديدة التي احتدمت بالساعات الماضية كانت داخل تحالف القرار الذي يتزعمه أسامة النجيفي، حيث يتعرض هو الآخر لهزة عنيفة في تحالفه تسببت بانسحاب أحزاب مهمة من تشكيلته، مبيناً أن المنسحبين اعترضوا على وجود شخصيات سياسية على خلاف معهم، وأكد أن هناك مساعي لإعادتهم لكنها لم تنجح حتى الآن، ولم تقتصر الخلافات بين القوى السياسية على الانسحابات، بل وصلت إلى الشجار والتشابك بالأيدي كما حدث في محافظة ديالى. الصحيفة توقعت في ختام تقريرها أن تشهد الانتخابات المقبلة الكثير من الأزمات السياسية، فالخلافات والصراعات بدأت منذ الآن حتى داخل القائمة الواحدة، وأوضحت أن الصراعات في أيام الانتخابات ستكون مختلفة بين المنتمين لمكون واحد أو طائفة واحدة من أجل الظفر بأصوات الناخبين في مناطقهم. تتضارب الأرقام الرسمية بشأن عدد القتلى الروس في سوريا، في حين يدور الحديث حول دور المرتزقة الروس والشركات العسكرية الخاصة الذين توظفهم موسكو في الحرب السورية. وفي هذا الإطار نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن عائلات بعض القتلى الروس في الغارة الأخيرة للتحالف الدولي على دير الزور غضبها من تخاذل موسكو في البوح بأعداد قتلاها وأنه يتم دفنهم بصمت ونسيان. بينما اعترفت وزارة الخارجية الروسية بأن 5 من مواطنيها قتلوا على الأرجح يوم 7 من الشهر الحالي خلال المعارك التي شاركوا فيها إلى جانب الميليشيات الموالية للنظام السوري، أفادت تقارير بأن عدد القتلى من المواطنين الروس قد يكون وصل إلى 300، وهو رقم إذا ما ثبتت صحته سيكون الأكبر في المواجهة بين الأمريكيين والروس منذ نهاية الحرب الباردة. وأضافت الصحيفة أن زوجة إيغور كوستروف الذي يرجح أقاربه أنه من بين القتلى الروس الذين قضوا بغارة نفذتها مقاتلات التحالف الدولي بالقرب من دير الزور تعمل على جمع المعلومات من مصادر مختلفة لمحاولة معرفة مكان جثث القتلى الروس في سوريا. ولدى سؤال الصحيفة حول السبب وراء عدم تواصل السلطات الروسية معها،
تجيب بأنها لعبة سياسية وأنها لا تفهمها. وبحسب ميخائيل بولكينوف وهو مدون قومي روسي زار الجرحى جراء الغارة الأمريكية الأخيرة في أحد المستشفيات في روسيا ناقلاً عن مصادره، إن 200 روسي يتبعون وحدة عسكرية واحدة قتلوا خلال الأشهر الماضية. الصحيفة نقلت عن ييلينا ماتافيفا زوجة ستانيسلاف ماتافيفا الذي يعتقد أنه قضى في سوريا أيضا قولها إنهم يرموهم في المعركة كالخنازير، مطالبة السلطات الروسية بالاعتراف بقتلها والعمل على استرجاع جثثهم. كما انتقدت زوجة أحد القتلى من المرتزقة الروس تخريم السلطات الروسية الطيار الروسي رومان فيليبوف الذي أسقطت بالأحرى مقاتلته في سوريا في حين تم دفن آخرين بصمت. اهتمت الصحف البريطانية بحادث إطلاق النار الذي وقع في مدرسة بولاية فلوريدا الأمريكية وأدى إلى مقتل 17 شخصا. فقد انتقدت افتتاحية للتلغراف الحادث وتساءلت عن عدد الأمريكيين الذين ينبغي أن يموتوا في مثل هذه الحوادث حتى يتم اتخاذ إجراء بحق هذه الحوادث. وأشارت الصحيفة إلى أن مذبحة مدرسة مارغوري ستونمان الثانوية بولاية فلوريدا هي إطلاق النار 18 في أمريكا هذا العام. الصحيفة أشارت إلى أن هناك الكثير من الجهود المبذولة لتحديد الملامح المشتركة بين القتلى في هذه الحوادث من ناحية الصحة النفسية والمخدرات والتطرف، لكن عامل الرابط الوحيد بين كل هذه الحوادث هو الأسلحة النارية. وألمحت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تفيض بالأسلحة وأنها تشكل خطراً مستمراً بالنسبة للبعض، وقالت إن ما يبدو واضحاً بشكل مؤلم للجميع هو أن هذه الأسلحة جزء من ثقافة العنف التي تحتاج إلى معالجة عاجلة. وأشارت الصحيفة إلى بعض الحقائق من عنف الأسلحة في أمريكا، ومنها أن حادث إطلاق نار جماعي كبير يحدث كل شهرين. والحقيقة الثانية أن عمليات إطلاق النار الجماعية كثيراً ما تكون مألوفة جداً لتتصدر العناوين الدولية. وثالثاً أن مبيعات الأسلحة ترتفع كثيراً بعد عمليات إطلاق النار الجماعية. والحقيقة الرابعة أن هناك 270 مليون قطعة سلاح ل 320 مليون شخص يعيشون في أمريكا. وخامساً أن عمليات إطلاق النار الجماعية هي مجرد غيض من فيض وفيات الأسلحة، فقد بلغ عدد الوفيات من عنف الأسلحة 406,496 في الفترة من عام 2001 إلى 2013. الصحيفة ترى أن أحد حلول هذه المسألة يمكن أن يتم بتنظيم الأسلحة للحد من قوة النيران ووقف المبيعات لأولئك الذين لا ينبغي أن يمتلكوها، حيث أن بعض اللوائح غير فعالة لأن العديد من القتلة اجتازوا تحريات الضوابط وتحقيقات الهوية وأصبحوا يمتلكون أسلحتهم بطريقة قانونية. وختمت بالإشارة إلى وعد إدارة ترامب بالعمل على تطبيق القانون الذي تأمل أن تبدأ أمريكا رحلته الطويلة الآن. بعيداً كل البعد عن السياسة، ابتكر باحثون من جامعة كولورادو
في الولايات المتحدة الأمريكية نوعاً جديداً من الجلد الإلكتروني يحاكي إحساس الجلد البشري وتلتئم جروحه تلقائياً، كما أنه لين ومتين في الوقت نفسه. ونقل صحيفة الخليج الإماراتية عن الباحثين قولهم إن الجلد الذي أطلق عليه تسمية إيسكين هو النسخة الأكثر متانة من الجلد الإلكتروني، وتمتاز بالروابط الكيميائية في البوليمين المستخدم في تصنيعها، والتي تمنحها القدرة على الالتئام التلقائي وإمكانية إعادة تدويره في درجة حرارة الغرفة، وجميعها خصائص جيدة اقتصادياً وبيئياً. وأشار الباحثون إلى أن إيسكين يتمتع بحساسات تتيح له الاتصال بأجهزة إلكترونية مختلفة، وليس من الصعب تخيل تطبيقات مستقبلية تمنحه خصائص الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، وهو ما يعملون عليه بالتعاون مع خبراء في الذكاء الاصطناعي والهندسة الحيوية الطبية. أما الآن أترككم مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.